عدنا الآن. أعتقد خلونا الآن نتجه إلى مسألة أخرى وموضوع مهم جدا، وهي جولة تقوم بها الشارقة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. معنا الحديث عن هذا الموضوع رئيس وفد الشارقة للحملة الترويجية في الولايات المتحدة، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام. سمو الشيخ سلطان، السلام عليكم. عليكم السلام أخي معيد. تحياتي لك سمو الشيخ. الشيخ الآن بديتوا جولتكم ما شاء الله في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد وصلت الأخبار ونقرأ الآن بأن هناك لقاءات جمعتكم بكثير من المستثمرين، بكثير من المهتمين بإمارة الشارقة. سموكم لو تحدثونا عن هذه الجولة. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا نشكر شروق على تنظيم هذه الجولة الترويجية لإمارة الشارقة. نعم. شكر أيضا لسفارة دولة الإمارات ووزارة الخارجية اللي حقيقة يعني بذلوا كل مجهودهم في لإنجاح هذه الحملة الترويجية. نعم. والجولة في واشنطن وإن شاء الله في نيويورك الأسبوع القادم بإذن الله. طبعا هذه الجولة يعني بدأت في واشنطن، وكان هناك عدة اجتماعات، ونحن من خلال مشاركة حوالي 21 جهة حكومية. نعم. وهو أكبر وفد يعني لإمارة الشارقة يقوم بالترويج لها، 21 جهة حكومية تشارك في هذا الوفد، ومن خلال هذا الوفد هناك اجتماعات كثيرة، يعني عدد الاجتماعات تقريبا تصل إلى 350 اجتماع في هذه الجولة كلها. ما شاء الله. أي نعم. ومن خلال هذه الاجتماعات يعني إن شاء الله ننتظر نتائج مثمرة، من ضمنها توقيع بعض الاتفاقيات مع غرف التجارة، مع شروق، مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فهذا كله إن شاء الله يصب في مصلحة الاستثمار في إمارة الشارقة. جميل. الشيخ سلطان، الآن هناك يعني بعض الصور بالإمكان أن نعرضها للمشاهدين من خلال اجتماعاتكم بمجموعة من المهتمين بالشارقة. أعتقد أنها كانت أكثر من لقاءات وأكثر من اجتماعات. هذه الاجتماعات انصبت في أي صالح سمو الشيخ سلطان؟ طبعا تركيز الجولة هذه كانت على الاستثمار في إمارة الشارقة، سواء كان في المجال الاقتصادي، في المجال السياحي، في مجال يعني في مجالات شتى، لكن كان أهم شيء هو يعني الجمع ما بين الجهات في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إمارة الشارقة. ونحن بوفد بهذا الحجم يعني الحمد لله استطعنا أن نصل الأطراف مع بعض، فالحمد لله من خلال هذه الجولة استطعنا أن نحدد الأولويات. فغرفة التجارة مثلا لها اجتماعات محددة مع غرفة التجارة، شروق لها اجتماعات مع جهات استثمارية محددة، وهكذا، بحيث أن الاجتماعات قد تكون في نفس الوقت واللقاءات في نفس الوقت، و يعني الكلمات والجلسات الجانبية كلها في نفس الوقت، بحيث أن نستغل الفرصة والوقت الموجود المتاح لنا. شيخ، ماذا عن ردود الفعل؟ كيف كانت ردود فعل المستثمرين الأمريكان المهتمين بالشارقة من الأمريكان؟ هل وجدوا ما يبحثون عنه في الشارقة؟ نعم، يعني نحن نقدر نقول ان يعني العلاقه بين اماره الشارقه تحديدا وبين الولايات المتحده هي علاقه قديمه، يعني اكثر من 60 سنه. هناك شركات كانت موجوده في اماره الشارقه من 60 سنه، لكن نحن نحاول ان نوثق هذه العلاقات بجذب شركات اخرى، وبايضا التركيز على المجالات المتاحه حاليا في اماره الشارقه. نعم. نحن يعني نقدر نوضح ان دولة الإمارات العربية المتحدة هي السوق الأول للولايات المتحدة. أكبر صادرات أو أكثر صادرات الولايات المتحدة تذهب إلى دولة الإمارات تحديدا. الشيخ، ماذا عن الآمال والطموح بالنسبة لهذه الجولات؟ هل أنتم متفائلون بأن هذه الجولة سواء كانت في واشنطن وإن شاء الله الجاية في نيويورك بتثمر عن نتائج إيجابية تعود لصالح إن شاء الله الاستثمار أو لصالح الجهات الرسمية في الشارقة؟
إن شاء الله. نحن يعني في أول يوم كان لنا أمس أول يوم في واشنطن تم توقيع تقريبا 3 اتفاقيات أو ما شاء الله. مذكرات تفاهم بين غرفة التجارة واتحاد الغرف العربية، وأيضا بين غرفة التجارة وغرفة التجارة الأمريكية، بين شروق وغرف التجارة. فهناك الحمد لله نتائج مثمرة بدأت تظهر من بداية الجولة. ما شاء الله. طبعا كل مشاركة وكل جهة مشاركة لها اجتماعاتها الخاصة ولها أهدافها الخاصة ولها يعني أجندتها الخاصة. فإن شاء الله نتمنى أن على الأقل الجزء الأكبر من هذا الوفد يستفيد من هذه الجولة. إن شاء الله موفقين سمو الشيخ سلطان. أعتقد جولتكم بتنتهي في نيويورك ولا بتكملون أيضا في ولايات أخرى؟ في نيويورك إن شاء الله إن تنتهي. شاء الله نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دائما، وتحققون ما تأملونه إن شاء الله من خلال هذه الجولة في الولايات المتحدة. شكرا لك سمو الشيخ. شكرا 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 سمعي. لك الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة الإعلام ورئيس أيضا مركز الشارقة الإعلام، كان متحدثا معنا، حيث كان يتحدث عن هذا أو هذه المشاركة للشارقة من خلال حملة ترويجية في الولايات المتحدة بدأوها في واشنطن بالأمس كما سمعتم، وأيضا سوف تنتهي بإذن الله في نيويورك. الشيخ سلطان هو رئيس الوفد، وكثير من الجهات، أكثر من 20 جهة رسمية تمثل إمارة الشارقة تتواجد هناك في الولايات المتحدة وتتحدث عن فرص الاستثمار في الشارقة.